هادي أبو دياب، مساء الخير هادي. مساء الخير. أدي عمرك هادي؟ عمرك 20 سنة؟ نعم. أي صف؟ مهنة. مهنة، شو بتعمل؟ يعني شو بتتعلم أكتر شيء هادي؟ أكتر شيء فن عن كل أنواعه، موزايك خشب، سيراميك، فخار. وخبروني في شوية كمبيوتر. إيه. شفت كيف عرفت؟ شو بتحب أكتر شيء؟ أكتر شيء بحب المسرح وغناء. بتحب الغناء؟ عندك مواهب؟ إيه. شو بتحب تغني؟ لمين بتحب تغني أكتر شيء؟ بغني أكتر شيء لبهاء الكفوري وبديع الصافي. للاثنين؟ نعم. حافظ أغانيهم؟ بس مش كتير، بس أكتر شيء لبهاء الكفوري. شو بدك؟ شو بتحب تغني لبهاء الكفوري؟ بحب غني مكتوبك مياه الدموع أو بحبك أنا كتير. شو بدك؟ أنا أفضل مكتوبك مليان دموع. سمعني. مكتوبك مليان دموع بالكاد مبين اسمي موصف لك رهبات الموجوع بوست وكلمة وكلمة تقبر قلبي ينطع مر شهور تخدمي والقلب عليك بيرضى تعشع أشوفك زلمي تقبر اللي بننطق من شهور تخدمي وهالقلب عليك بيرضى راشا شوفك ضمي والآخر بعد الأوضاع ضاء وهيدي ودموعي يمي. حلو. لمين بتغنيها هالغنية؟ لكل أم عم تبكي، لكل شهيد اللي سقط بالحرب. خبرتني قبل هوا انك بتحب لبنان. ايه. ليه بتحب لبنان؟ لاني يعني خلقت فيه وعشت فيه وتعرعت فيه. حلو. وبتحب الجيش؟ ايه. ليه بتحب الجيش؟ يعني بحب انتمي له. بدك تروح على الجيش؟ بتحب تروح على الجيش؟ ايه. كنت عم تغني لي قبل شوي انا رايح بكره على الجيش. ايه. تغني لي شوي؟ لا. غني لي شوي. يلا. لازم بكره شو صار لازم نروح لبيني داري يا بتنادي اخذ معي من الروح نص الروح حبك يا عمري حملت الزوادي اترك بلادي لا لازم نروح اترك بلادي لا لازم نروح تكرم عيونك وتكرم بلادي تكرم عيونك وتكرم بلادي. صوتك حلو كمان هادي. بتعرف اليوم شارك معي بأحمر بالخط العريض؟ ايه. ليه؟ يعني دول احتياجات الخاصة اللي نحن لازم نعرف كيف نحن عشنا ولا كمان لا يعني هالإعاقة لحتى نوصل محل ما بدنا. وين بدك توصل هادي؟ بدي أوصل للكل يفهمني. ما بيفهموك؟ لا. وين بدك توصل؟ عفكر أول شيء لما أسس حالي وأسس عائلة مش عم أسس شركة. بدك تأسس عائلة كمان. تحية لهادي. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.